السلام عليكم احبابي في الله، عواشركم مباركه. نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ما تنساوش ديروا اللايك وسبسكرايب وشاركوا القناه مع الاهل والاحباب ان شاء الله الى عجب لكم هذا الفيديو. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. اليوم نشارك معكم غدايه ان شاء الله. عندي هنا واحد كيلو ديال السردين بعد ما نقيته مزيان من الشوك لا من القشره لا من كل شيء، وغسلته واستقطرته. نحتاج هنايا واحد كيلو ان شاء الله. نحتاج هنايا واحد البصله متوسطه شلطها مزيان، وواحد جوج ولا ثلاثه ديال الريوس الثومه، وشويه ديال القزبر والمعدنوس مخلط على حساب واحد المعلقه. نحتاج في العطريه ان شاء الله واحد المعلقه صغيره ديال التحميره اولا النيوره، واحد المعلقة صغيرة نص معلقة ديال الإبزار، وشوية ديال الملحة حيت الملحة دغيا كتبان في هاد النوع ديال الحوت في هاد السردين، واحد المعلقة كبيرة ديال الزعتر. هاد السردين إن شاء الله غادي نديروهم في لاشابلوغ ولا السميدة. أنا عندي هنا السميدة المتوسطة نرافق معاهم إن شاء الله. الزعلوك بالدنجال والفلفله كيجي زوين في المذاق، الفلفله مشويه والدنجال مشوي، وواحد ثلاثه ديال الروس الثومه. والعطريه نحتاج واحد نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال التحميره، وشويه ديال الملح ان شاء الله. نخلطوا مع هاد الشرموله مع هاد البصله الابزار وكل مهم كل شيء، هاد العطريه والزعتره وكل شيء نخلطوهم مزيان. هاكي وندور غي مزيغنا غنتحواج هذا نتايج كيلو السردين. اثنفعن مليح اثنعذار اسنكس كشي اسناني ذي سيجان تقشاد كشي. نتحواج هذا نتايج السردين ايج نتبسط شوية تمزيانت شوية نمعدنو ساكذر قوصبا ايج نتغنجاش تمقرانت ديج تراثانية هذا نتايج شاث اذن خلط مليح هاك العطرية ازين تغنجاش ابزار ايج نتغنجاش النيورة دي شويه تمتجحت ما يمثل متجح تقار هذا يسن مليح دي قسرمانه. ونتحواجه اثن مارغ دي مرغوم اغرم يوزغني يحاين لا شابلوغ نير اكس ميدني متوسط تسن دشنان يسرمانه. كما كتشوفوا معنا بعد ما نعمروهم كل شيء اكيس نرافق اجن تشاميلا طرح الزعلوك سبودنجر ذر فرفر اكيس نقيش نتراثانية ذا نتيشات اكيس نقل عطرية شوية تمجاح تدروس توها يجو مزين تغنجاش من إبزار يجو تغنجاش من يورا تغنجاش من يثام الزيانت قيم مكينغ اتغزام المراحل المرة.
تمني غتري يعجبهم فيديو يا ان شاء الله، واتتم شامر يعجبهم جميج التعليق تري الصباح، تشاركن فيديو يا اك فاميليا نوم ذر حبابن ونمارة، تشكاكني واتاس، شكرا مرة.